السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. الله يسعدكم يكرمكم، يا ريت تابعوني بهالفيديو. هيدا تتمي للفيديو تاع امبارح أخذنا وراء السلق وعملنا محشي السلق، يعني لفينا السلق بالوراء تاعون، خلينا ربع الورقة مع الضلوع. واليوم بقى عندي، يعني إذا بتتذكروا كان عندي أربعة، هدول الباقات أربعة، عملت وحدة للتراتور بالضلوع والورق لللف، حشيت فيه حشوة الرز واللحمة، وهي دول خليت ثلاثة. هلأ بدي شيل وحدة منهم أعملها لشوربة العدس، بيسموها عدس بحامض. عم هير كل شيء، عندي كبية ونص عدس، وعندي هون باقة السلق بدي شيل وحدة منه. مثل ما قلنا بدي شيل هيدا ما بعرف شو بسموه، وبدي قطعه صغير حتى افرمهم واسلقهم مع العدس والبطاطا. بفرمهم بشكل انه يستوي معي بسرعة. فينا نعمل حبة اكبر، بس انا بحب اصغر بالصحن بتبين اكتر. هاي البطاطا عندي ثلاثة راس بطاطا، والسلق بعد ما فرمتهم بهالشكل هيدا غسلتهم منيح وصفيتهم. عندي باقة كزبرة بدي شيل نصها تقريبا، اللون مبين على صفر بس هو الإضاءة سيئة عطت هيدا اللون. هو الباقة كانت حلوة لو انه ما كان تشوف الشي. بفرم الباقة وبفرم نص باقة وبحطها على جنب مشان آخر شي نزلها. بحتاج لزيت نباتي بالبداية، أنا عادة بحط زيت زيتون بس ما فيني حطه على حرارة مباشرة، ما بيسوى أبدا زيت زيتون. حطيت زيت نباتي، حطيت البصل اللي عندي، فرمت بصل كبيرة وبدي قلبها تتشمع، يعني ما تاخد لون غامق أبدا. وبنزل الثوم اللي فرمته ناعم كمان، فرم ما دقتهم دق، لا فرمته ناعم، بنزلهم كمان بشوحهم، يعني بخليهم يتشمعوا بالمادة الدهنية اللي هي زيت نباتي. برجع بنزل العدس اللي غسلته ومصفيته على جنب، مثل ما قلت لكم كباية ونص لباقة ضلوع السلق، أكيد في أوراق كمان شوي. بنزل البطاطا اللي قطعته مكعبات صغيرة أو وسط مثل ما بدكم، أنا بحبها شوي تبين بالصحن. بعدين السلق اللي مصفيته على جنب بعد الغسل، بحطهم بقلبهم خليهم يتشوحوا كلهم سوا، يعني أكيد ما ياخدوا، ما بديهم ياخدوا لون، بس بدي اياهم يتشمعوا تشميع. هون بنزل لتر وشوي مي، لتر وكبايتين مي تقريبا، لأن عندي كباية ونص عدس، وعندي تقريبا باقة سلق، وعندي بطاطا ثلاثة راس، ثلاث روس بطاطا. بقى بدي تقريبا لتر وكبايتين مي، كافيين هدول كمية ان شاء الله. هون كبايتين زيادة، وبحط معلقة كبيرة، معلقة طعام قرفة، ونص معلقة، عفوا معلقة طعام كمون، ونص معلقة سبع بهارات، وبغطيهم حتى يبلشوا يغلوا. بنزل ساعتها بعد ما يغلوا بنزل الملح، ما قبل مشان يستوي العدس، ما بنزل الملح إلا بالآخر بس اتأكد إنه غليوا المي. هون بنزل حامض تقريبا مقدار حامض أو حسب قد ايه بتكون أنتوا بتحبوا حموضته. يعني نزلت الكزبرة الخضراء والزيت، لأن هون خلص صاروا على النهاية استوى كل شيء عندي استوى. بقى نزلت الكزبرة الخضراء اللي فرمتهم، ونزلت الزيت النباتي، زيت الزيتون، لأن أنا بحب زيت الزيتون ما ياخد حرارة. هون آخر شي بختمها بمعلقة نعنع يابس، إذا في أخضر ما في مشكلة أبدا بطيبة. وبدو باخد شوي وبدو، إذا ملحن منيح، هون ما طلع ملحن قليل عدلت الملح، نزلت ملح أنا، رجعت دقته لقيتهم طيبين هيك عم بسكبون. أكلت كتير سهلة وطيبة وشتوية. هيدا هو الشكل النهائي، عن جد جربوها كتير طيبة. وما تنسوني باللايك والاشتراك والتفعيل الجرس. مع تحياتي سينيو وويد.